التحليلية من الميادين، موقوفون لبنانيون وعرب يعترفون بتقاضي أموال من جهات في تركيا، لقاء افتعال الفوضى في لبنان. مدعي عام التمييز في لبنان يؤكد للميادين إرسال طلب قضائي لنقابة محامين تمهيدا لملاحقة نبيل حلبي، رسالة مباشرة إلى بهاء الحريري. في الذكرى 39 للهجوم على مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران، الخارجية الإيرانية تجدد اتهام الولايات المتحدة وأوروبا بدعم منظمة خلق. خلق ليست مجرد منظمة معارضة، فما هي وما هو دورها وأهدافها وعلاقتها مع تل أبيب وواشنطن؟ حكم قضائي أمريكي بسجن رجل الأعمال جورج نادر 10 سنوات بعد إدانته بالتحرش. المستشار السابق لابن زايد والمقرب من دوائر صناعة القرار في واشنطن ينتهي مسجونا. لماذا طوي دور صندوق الأسرار ورجل الظل؟ وفي قضية اليوم، ميركل تدعو أوروبا إلى التفكير بمكانتها في عالم لا تقوده الولايات المتحدة. بكين ترسم خطوطا حمرا أمام واشنطن، طوكيو ترفض نشر صواريخ أمريكية على أراضيها، لماذا تفقد الولايات المتحدة قيادتها؟ أكثر من 40 موقوفا من جنسيات لبنانية وعربية ما زالوا رهن التحقيق في لبنان بعد اعترافهم بتقاضي أموال من جهات في تركيا، لقاء افتعال الفوضى في البلاد، وفق ما أكد مرجع أمني لبناني للميادين. مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات أكد للميادين أنه طلب إذن نقابة المحامين تمهيدا لملاحقة رئيس منتديات لبنان المحامي نبيل الحلبي المعروف بأنه ممثل بهاء الحريري في لبنان. أكثر من 40 موقوفا لبنانيا ومن جنسيات عربية لا يزالون رهن التحقيق، تحقيق بدأ غداة تظاهرة 6 من حزيران يونيو الحالي. الموقوفون بحسب مرجع أمني لبناني للميادين هم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وسودانيون، كلفهم مشغلهم بإحداث الفوضى في مناطق لبنانية ومنها العاصمة بيروت بهدف إدخال لبنان في الفتنة. المرجع الأمني أكد أن تلك المجموعات تقاضت أموالا من جهات خارجية لافتعال أعمال الشغب. في الشمال كانت الاعتداءات على القوى الأمنية وتحديدا على الجيش، حيث أحرق بعض المشاغبين آليات عسكرية واعتدوا على عناصر وضباط الجيش. أما في بيروت فكانت المهمة واضحة وجزء منها معلن، رفع شعارات ضد المقاومة لاستفزاز جمهورها، ومن ثم تخريب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على القوى الأمنية. المخطط أحبطته الأجهزة الأمنية وتولت التحقيق مع الموقوفين والعمل على ملاحقة المتورين. بعض هؤلاء غادر إلى تركيا للحصول على التمويل اللازم لإحداث الفوضى وفق المعلومات. مصدر قضائي كشف للميادين أن مذكرات توقيف ستصدر بحق بعض المتورين وسيتم توقيفهم فور عودتهم إلى لبنان. واللافت هو الدور الجلي والواضح للسفارة الأمريكية في لبنان في السعي لمنع القوى الأمنية من ممارسة دورها في ملاحقة مثيري الشغب تحت عناوين حقوقية. وفي جولاتها وجهت السفيرة الأمريكية تحذيرات من مغبة التعرض للمحتجين، بيد أن بعض القادة الأمنيين في لبنان أصروا على منع الفوضى وتأمين حرية التنقل للمواطنين. مرة جديدة ينجح الأمن الاستباقي في لبنان بتفكيك مجموعات تخريبية، مجموعات من لبنانيين وعرب كانت تعد لإحداث الفوضى في العاصمة اللبنانية، لقاء مبالغ زهيدة تلقتها من مشغليها. عباس صباغ، بيروت، الميادين. عباس صباغ مراسل الميادين، هذه المجموعات من جنسيات مختلفة كما ذكرنا في التقرير، عرب ولبنانيين، واضح أنها أيضا مرتبطة بأجهزة خارجية، أجهزة مخابرات خارجية. ما دلالات هذه يعني القبض على مجموعات من جنسيات عربية مختلفة، وأيضا ما دلالات أنها مرتبطة بأجهزة مخابراتية خارجية؟
نعم عبد الرحمن، مساء الخير لك ولمشاهدي الميادين. بطبيعة الحال يعني يوم السادس من حزيران يونيو كان يوما مفصليا في لبنان، أو من المفترض بحسب يعني رغبة هؤلاء يعني إن كان المشغلين أو المجموعات بأن يكون يوما حاسما في مسار الأحداث في لبنان. هذه المجموعات جلها كانت في منطقة الشمال اللبناني. طبعا نعلم بأن مدينة طرابلس شهدت قبل السادس من حزيران يونيو مواجهات عنيفة مع الجيش اللبناني، وسقط يعني جرحى ومصابون للجيش اللبناني، وأحرقت آليات عسكرية، ما دفع رئيس الحكومة بعد 48 ساعة من الاعتداءات المتواصلة على الجيش أن يقول صراحة: سأكشف بالأسماء من هم المتورطون ومن يشغلهم. هذه العبارة رددها يعني ميشيل عون الرئيس اللبناني بعد يعني نحو أسبوع من كشف هذه الشبكات. هذه الشبكات هي أربع مجموعات تم يعني تفكيكها بواسطة جهاز أمن الدولة اللبناني وبالتعاون مع مخابرات الجيش والأمن العام، وذلك في الخامس من حزيران يونيو. لماذا في منطقة الشمال؟ الوزير السابق أشرف ريفي كان خصما سياسيا للرئيس سعد الحريري، ثم عقد مصالحة معهم، ثم فتح. ولكن يعني عباس، بالنسبة لموضوع تركيا، ارتباط الموضوع بتركيا دلالاته، وأيضا الكشف عن هذه الجهة، ربما لأول مرة يتم الكلام صراحة بأن تركيا تقف وراء هذه المجموعات. يعني أول حديث عن تركيا، يعني نحن لا نكشف سرا كما أصبح معلوما بأن اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني خلال اجتماع لمجلس الأعلى للدفاع قال صراحة أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية بأن تركيا عبر جمعيات تعنى بالنازحين بدأت تؤلف مجموعات تابعة لها في الشمال اللبناني. لماذا الشمال اللبناني كما أسلفت؟ يعني حيث يتمتع الوزير السابق أشرف ريفي بنفوذ، وهو نسج علاقة جيدة مع بهاء الحريري الذي كان ممثله في لبنان هو المحامي نبيل الحلبي. نبيل الحلبي هو الذي كان وسيطا مع جبهة النصرة في العام 2015، وهو أيضا عضو ما يسمى اللجنة الدستورية للمعارضة السورية التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها، وهو الآن موجود في اسطنبول يعني بحسب ما أفادنا المرجع الأمني. وأن مذكرة التوقيف التي ستصدر بحقه تحتاج إلى إذن من نقابة المحامين كونه محامي، وبالتالي سيجتمع مجلس النقابة ويعطي الإذن لمدعي عام التمييز، ثم يسطر مذكرة بحث وتحري يبلغها إلى الأمن العام اللبناني الذي هو سينفذ هذه المذكرة. طيب عباس، عفوا، لافت ما تقوله أن هناك وكأن هناك دعم تركي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لبهاء الحريري، ومعروف عن بهاء الحريري أيضا أنه مدعوم إماراتيا. هل هذا يعني أن هناك تقاطع مصالح بهذه النقطة إماراتية تركية في لبنان؟ يعني الوزير أشرف ريفي الوزير السابق والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي كان أيضا مدعوما إماراتيا، يعني بعد يعني استقالة أو إجبار سعد الحريري على تقديم استقالته في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2017، كانت زيارة لافتة لأشرف ريفي إلى الإمارات، وبعدها تحدثت مع يعني كان يتحدث عن أسماء بديلة لسعد الحريري، ويعني وكان آتيا من الإمارات، يعني كان نسج علاقات مع الإمارات. أود الإشارة فقط يعني عبد الرحمن إلى أن سعد الحريري زار السعودية بعد أن بدأ بهاء الحريري بتشكيل مجموعات له في لبنان، ومن ثم أوفدت الرياض سفيرها في لبنان إلى بيت الوسط هنا في بيروت لزيارة سعد الحريري وللتأكيد بأن السعودية لا تدعم بهاء الحريري. أما التقاطع الإماراتي التركي فلكل دولة حساباتها على ما يبدو، لكن تركيا تحديدا منطقة الشمال اللبناني، مثلا هناك قرية لبنانية تدعى الكواشرة، تسمى الكواشرة، من الأتراك، عندما يتظاهر بعض المحتجين يحملون العلم التركي، وهذا كان واضحا في الأيام الأخيرة وشاهد كل اللبنانيين والعالم هذه الصور. هناك ارتباطات مع تركيا عبر أشخاص، بعض هؤلاء الأشخاص معروفون، بعضهم إعلاميين، بعضهم عمداء متقاعدون من قوى الأمن الداخلي كانوا في فلك تيار المستقبل ومن ثم انتقلوا للعمل مع بهاء الحريري، ويعني عمل على إنشاء مجموعة، وكانت تركيا هي الطرف الداعم إضافة إلى دول خليجية أخرى. إذن هناك دور تركي كما قال عباس صباغ. مشاهدينا، تصريحات للسفيرة الأمريكية والسفير البريطاني كلها تهاجم حزب الله في الفترة الأخيرة، استمعنا أيضا إلى بعضها في التقرير. ملح مرية، في المقابل عادة ما البعض يتحدث عن دور إيراني أيضا في لبنان، ولكن ليس هناك تصريح لسفير إيراني، لم نسمع تصريح لسفير إيراني يتحدث عن الوضع الداخلي في لبنان. ما السبب وكيف تتعاطى إيران مع هذه المواضيع؟
عبد الرحمن، بشكل عام هناك تصريحات إيرانية حيال التطورات اللبنانية تحديدا من الخارجية الإيرانية، ولكنها تصريحات تؤكد على الوحدة والتوافق الوطنيين، وأيضا تدعم الاستقرار، استقرار لبنان، تحذر من أي محاولات للتوتير قد تؤدي إلى ضرب الاستقرار والسلم الأهليين في لبنان. لماذا تأتي التصريحات الإيرانية أو تؤطر التصريحات الإيرانية حيال تطورات لبنان بهذا الإطار عبد الرحمن؟ لسببين باختصار. السبب الأول أن إيران تنظر إلى لبنان كدولة صديقة وليس دولة تابعة كما تنظر لها بعض الدول، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول في المنطقة، وبالتالي تتحدث إيران أو تخاطب إيران لبنان في ظل هذه الأحداث من منطلق حرصها على استقرار لبنان. هذا من ناحية يعني، أما من ناحية العملية في الحقيقة فطبعا يعني كلنا نعلم بأن العروض الإيرانية لدعم لبنان لا تزال على الطاولة حتى هذه اللحظة، إن كان من الناحية الاقتصادية أو إن كان من الناحية العسكرية ومن نواحي أخرى. السبب الآخر في الحقيقة، إيران تنظر إلى لبنان كدولة ذات سيادة، دولة مستقلة، وبالتالي لا تفرض عليه إملاءاتها أو لا تتدخل في شؤونه كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. وإيران ترى أيضا استقرار لبنان من استقرار المنطقة، واستقرار المنطقة مهم جدا لإيران عبد الرحمن. وفي إيران أيضا مشاهدينا، منظمة خلق مسؤولة هي وداعموها عن استشهاد أكثر من 10,000 إيراني، موقف أكدته الخارجية الإيرانية في الذكرى 39 لاغتيال رئيس السلطة القضائية الأسبق الشهيد محمد باهشتي، و72 قياديا بارزا في تفجير إرهابي نفذته المنظمة في طهران عام 1981. ما هي أدوار هذه المنظمة ومن هم داعموها إلى اليوم؟ لم تكن بداية الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبداية أي نظام آخر، فقد شهدت أعمالا إرهابية طالت أبرز شخصياتها في مرحلة كانت الأخطر عليها، حيث تزامنت الحرب التي شنها صدام حسين على إيران مع إعلان منظمة خلق أو المنافقين كما يطلق عليها هنا المواجهة المسلحة ضد الجمهورية الإسلامية. قامت المنظمة بعدة اغتيالات طالت قادة ورموز الثورة، كاغتيال الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر، ومحاولة اغتيال فاشلة للمرشد الحالي السيد علي خامنئي، وبعدة تفجيرات أدت إلى استشهاد شخصيات بارزة كآية الله محمد بهشتي رئيس السلطة القضائية مع 72 شخصية إيرانية بارزة. لم تتورع المنظمة كذلك عن تفجير أماكن العبادة كمقر صلاة الجمعة في طهران ومدن أخرى والأماكن العامة مستهدفة للمدنيين. كانت المنظمة تنفذ إملاءات صدام حسين الهادفة إلى إضعاف نظام الحكم في إيران، وقد أنشأ عدة معسكرات في العراق لعناصرها أبرزها معسكر أشرف. لكن علاقة المنظمة لم تقتصر على نظام صدام، بل تخطت ذلك لتتلاقى مع الولايات المتحدة التي وجدت فيها أداة لتنفيذ مخططاتها في داخل إيران، الدولة التي أصبحت تغرد خارج السرب الأمريكي منذ الثورة. مع مرور السنوات الأولى للجمهورية الإسلامية وبعد إلقاء القبض على العديد من عناصر هذه المنظمة في إيران، ضعف دورها اللوجستي لكنها استمرت في العمل ضد طهران. ومع مطلع 2003 كان الملف النووي عنوانا جديدا للتحريض ضد إيران. سربت المنظمة لأمريكا وإسرائيل معلومات عن برنامج نووي إيراني زعمت أنه تسليحي ليفتح ملف إيران منذ ذلك الحين، وتفرض العقوبات عليها تحت هذه الذريعة التي نفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا. كما تتهم المنظمة بتنفيذ اغتيالات لعلماء نوويين إيرانيين بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي. تتلقى خلق أو ما بقي منها رعاية من إسرائيل وأمريكا، وتتخذ من أوروبا ملاذا لها، وتتلقى دعما ماليا من السعودية على الرغم من مسؤوليتها عن قتل آلاف المواطنين الإيرانيين. من حمرية، طهران، الميادين. واللافت ملحم أن هذه المنظمة حاليا تقدم نفسها وربما سابقا أنها تمثل معارضة إيرانية وأنها بديل أيضا سياسي في إيران. السؤال، لماذا لجأت إلى كل هذه الأعمال العنفية التي رأيناها قبل قليل في التقرير؟ طبعا مع بداية الثورة كحدث يعني اختلاف، طبعا نحن نتحدث عن هذه المنظمة، هذه المنظمة كانت ملاحقة من قبل السافاك، من قبل جهاز أمن استخبارات الشاه آنذاك، ومسعود رجوي زعيم هذه المنظمة كان في السجن. ولكن مع
بداية الثورة حدث اختلاف في الحقيقة. في عام 1991 بدأت معارضة هذه المنظمة المسلحة لنظام الجمهورية الإسلامية عبد الرحمن، وبدأت بمسلسل الاغتيالات وأيضا التفجيرات، يعني قامت باغتيال كبار الشخصيات الإيرانية، ذكرنا ربما بعضهم في هذا التقرير، وأيضا بعض التفجيرات، ولكن كان هناك مسلسل تفجيرات طويل جدا في الحقيقة منذ عام 1981 لعدة سنوات. بدأت تتعامل أيضا مع نظام صدام حسين، وأيضا تم تجنيد في الحقيقة عناصر هذه المنظمة للمشاركة في الحرب، حرب الثماني سنوات التي خاضها نظام صدام حسين ضد إيران، وأيضا أنشأ يعني معسكرات لهذه المنظمة، أبرزها كما ذكرت في التقرير معسكر أشرف. لكن الأهم ربما الذي يجب تسليط الضوء عليه عبد الرحمن، أين موقع هذه المنظمة اليوم؟ صحيح أن قدرة هذه المنظمة ضعفة قل في السنوات الأخيرة الماضية بسبب تنامي قدرة إيران الاستخبارية والأمنية في الداخل، لم يعد لهذه المنظمة ربما يعني من مؤيدين هنا في الداخل الإيراني، طبعا ربما يكون هناك البعض، ولكن قوة إيران الاستخبارية حدت من تحرك هذه المنظمة كثيرا في الآونة الأخيرة، ولكن لا تزال المنظمة تحرر المجتمع الدولي تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي على إيران من خلال فبركة أخبار تحديدا في ملفين رئيسيين، الملف النووي وملف حقوق الإنسان، وكل الأخبار التي تستقيها الحكومة الإسرائيلية وتعرضها في المحافل الدولية هي مستقاة من منظمة خلق تحديدا في الملف النووي. كان هناك تعاون أيضا لاغتيال علماء نوويين إيرانيين، بالرغم من نفي هذه المنظمة، إلا أن هناك تقارير إسرائيلية إعلامية وأيضا تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين أكدت هذا الأمر. أيضا هناك دعم مالي سعودي كبير جدا لهذه المنظمة، كلنا يتذكر هنا في يوليو عام 2016 في المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في باريس كيف حضر واتهامات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لو سمحت. تفضل. قال بشكل واضح عبد الرحمن: أنا أريد إسقاط النظام الإيراني بالتعاون مع منظمة خلق. هذه الجملة وحدها كانت تكفي. والاتهام أيضا كان واضح لواشنطن بأنها تدعم هذه المنظمة. مشاهدين، مراسل الميادين في واشنطن محمد كريم، أي أشكال من الدعم تقدمها واشنطن لهذه المنظمة؟ عبد الرحمن، الولايات المتحدة طبعا هناك احتضان سياسي وتسويق أيضا هو الآخر للمنظمة في الولايات المتحدة، فهذه المنظمة يسمح لها بإقامة نشاطات علنية في الولايات المتحدة. بطبيعة الحال هذه النشاطات هي تستهدف النظام في إيران، وتحظى بحضور لافت لمسؤولين رفيعي المستوى من الإدارة الأمريكية، ولعل أبرزهم وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، وكذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وأيضا محامي ترامب الخاص رودي جولياني. إذن تحظى بهذه الأهمية بهذا الاحتضان وهذا التسويق. أما فيما يتعلق بمسألة التمويل عبد الرحمن، فهو معروف من التمويل هو من الدول الخليجية، ولكن بإعاز أمريكي واضح. إذن مشاهدينا، أيضا عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث عن إرهاب مباشر وغير مباشر تدعمه أمريكا. ماذا قصد ملحم موسوي من خلال الحديث عن دعم أيضا إرهاب غير مباشر، ولماذا تطرق أيضا إلى أوروبا بدعمها منظمة خلق؟ هناك أشكال متعددة للإرهاب الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية أو تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. هناك دعم لإرهاب الدولة أو ما يسمى بإرهاب الدولة كالذي تقوم به أو يقوم به الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. أيضا هناك ممارسة للإرهاب الاقتصادي كما تقوم مع إيران أو مع بعض الدول الأخرى كفنزويلا وكوبا مثلا، وبحجة العقوبات الاقتصادية التي
تفرضها لفرض إملاءاتها في نهاية المطاف. وهناك أيضا إرهاب مباشر من خلال دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة كالقاعدة، أو إنشائها لهذه الجماعات كالقاعدة وكالقاعدة وداعش، وأيضا من خلال يعني الحروب التي خاضتها تحديدا في العراق وفي أفغانستان وأيضا في بعض الدول الأخرى، وما قامت به يعني من ضرب لبعض الأهداف وبعض القيادات في اليمن وفي الصومال وغيرها من الدول. وكذلك هناك إرهاب غير مباشر تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية برأي الإيرانيين من خلال الضغوط التي تمارسها على العديد من دول المنطقة ومن بينها لبنان. أما بالنسبة للدول الأوروبية، طبعا الدول الأوروبية تحتضن منظمة خلق، وواضح بأنه كل المؤتمرات السنوية التي تعقدها هذه المنظمة هي في هذه الدول الأوروبية، حيث تؤمن أوروبا ملاذا آمنا لهذه الجماعة ولتحركاتها. والولايات المتحدة الأمريكية مشاهدين لا تدعم فقط المنظمات، هي تدعم أيضا بعض الأشخاص، منهم جورج نادر رجل الأعمال الأمريكي اللبناني الذي عاد إلى الواجهة مجددا من بوابة الحكم بسجنه 10 أعوام بعد إدانته بالتحرش بالأطفال. نادر الملقب برجل الظل وبمخزن الأسرار قام بأدوار معقدة، وكان مستشارا لولي عهد أبو ظبي ومقربا من دوائر صناعة القرار في واشنطن قبل أن ينتهي به الأمر في السجن. اسم رجل الظل يعود إلى الواجهة من جديد، فضيحة جنسية جديدة تضاف إلى سجله الحافل بها. جورج نادر مخزن الأسرار السياسية يحكم عليه مجددا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال. رجل الأعمال اللبناني الأمريكي ليس شخصية سياسية عابرة، ففي جعبته علاقات واسعة وغامضة مع أنظمة سياسية في الشرق الأوسط منذ 90ات القرن الماضي. مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد السابق وصديق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان نسج علاقات مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ومع الموساد الإسرائيلي. ابن 61 عاما مقرب جدا من دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، طور علاقاته مع مسؤولين أمنيين في البيت الأبيض إبان عهد إدارة الرئيس جورج بوش الابن، لدرجة أنه حمل بنفسه رسالة نائب بوش ديك تشيني إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عارضا امتيازات ضخمة مقابل التخلي عن المقاومة ضد إسرائيل بحسب ما كشف السيد نصر الله عام 2018. حضر جورج نادر اجتماعات بين كبار مساعدي دونالد ترامب ومستشاريه أيضا حتى قبل تولي الأخير سدة الرئاسة، وتحول مؤخرا إلى محط أنظار وسائل الإعلام الأمريكية والمحقق الخاص روبرت مولر بعد استجوابه في التحقيق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وفي الدور المحتمل لأبو ظبي في شراء التأثير السياسي بالولايات المتحدة. ولكن انتهى الأمر بأخطبوط العلاقات السياسية في السجون الأمريكية على الرغم من إنقاذه منها مرة عديدة. الواضح أن ورقته سقطت هذه المرة، لكن هل لسقوطها علاقة بانتهاء دوره أو بأسباب سياسية خفية؟ محمد، كيف تمكن جورج نادر من الوصول إلى مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة بالشكل الذي رأيناه في التقرير؟ نعم عبد الرحمن، جورج نادر هو معروف شخص يعني سلوكه الجنسي المنحرف كما يصفه الأمريكيون هنا، وأيضا هو يتاجر بالأطفال من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي هو حظي بدعم شخصيات نافذة داخل الحزب الجمهوري على وجه الخصوص. فجورج نادر لو عدنا قليلا إلى التاريخ، هو تعرض لأكثر من اعتقال في أكثر من مناسبة. لدينا عام 85 من القرن الماضي تعرض إلى الاعتقال بتهمة استيراد مواد إباحية للأطفال من هولندا، لكن هذه التهم أسقطت. عام 91 أيضا اعتقل وتم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر لتهم مماثلة. عام 2003 لدينا أيضا تهمة الاعتداء الجنسي على 10 صبيان في التشيك، وأيضا أمضى سنة واحدة في السجن. وبالتالي هو شخص يتاجر بالأطفال، استغل
نادر عبد الرحمن بسبب انحرافاته الجنسية لفتح قنوات اتصال مع دول خليجية، ولعل نشرة ميدل إيست إنسايد المدعومة أمريكيا والتي كان يديرها نادر وتحمل غطاء كان ذو مصداقية دعم نادر بهذا الخصوص، وتحديدا قضية قنوات الاتصال مع الآخرين. نعم عبد الرحمن. ويبدو مشاهدينا أنه كان ينقل رسائل جورج نادر، منها ما كشفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عام 2016. عباس، هل كان دور نادر تجاه أو 18 مشاهدين، هل كان دوره فقط نقل الرسائل إلى لبنان أم كان له دور أبعد من ذلك؟ يعني جورج نادر عندما حضر إلى لبنان في العام 2001 عشية أو غداة تفجيرات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 طلب الاجتماع مع السيد حسن نصر الله، كان يجلس في نفس الغرفة المستشار الإعلامي للسيد نصر الله، وهو حضر مع شخص آخر. عندها توجه إلى السيد وقال أود أن أجلس معك لوحدك، ومن ثم بعد يعني اجتماع قصير خرج، ومن ثم تبين بأنه يحمل رسالة إلى الأمين العام لحزب الله. طبعا الرسالة هي لضمان يعني أن تتخلى المقاومة كما أسلفت زميلتنا مريم عثمان في التقرير عن أسلحتها مقابل يعني امتيازات في السلطة والحكم. وتحدث السيد حسن نصر الله أكثر من مرة عن هذه يعني الرسالة دون أن يسمي هذا الشخص، ولكن في قبل عامين قالها صراحة. لكن بعد تلك يعني الزيارة لم يكن لجورج نادر يعني مع انتهاء ولاية بيل كلينتون ومع بداية ولاية أوباما أي دور في لبنان، إما تولى صلة الوصل إن صح التعبير يعني أعضاء في الكونغرس من أصل لبناني مثل روي لحود وغيره، ولم يعد اسم جورج نادر متداولا في لبنان باستثناء تلك الزيارة والتي ظلت بعيدا من الإعلام ولم يكشفها يعني حينها الإعلام اللبناني. على كل حال مشاهدينا، جورج نادر سجن أكثر من مرة كما أسلف الزميل محمد كريم، كان يتم إخراجه. محمد، هذه المرة هل تختلف عن سابقاتها؟ وإذا كانت تختلف ما دلالات ذلك؟ هل انتهى دور الرجل يمكن القول؟ نعم عبد الرحمن، يبدو أن القضاء الأمريكي وصاحب القرار السياسي في الولايات المتحدة همه اليوم والشغل الشاغل له هو إسقاط التهم المنسوبة لمستشار الأمن القومي السابق مايك فلين، المستشار للرئيس لإدارة الرئيس ترامب بطبيعة الحال مايك فلين. وبالتالي أحد التهم المنسوبة لفلين هو حضور هو الاجتماع الذي حصل في برج ترامب بمدينة نيويورك بحضور نادر وعدد من المسؤولين الإماراتيين، وبالتالي يبدو أن هنالك تسوية سياسية على ما يبدو ما بين قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسقاط ورقة نادر، وهذا واضح حتى من الإعلام الأمريكي الذي يركز على جورج نادر وأيضا لكنه لا يذكر مايكل فلين والمساعي لإسقاط التهم. يعني محمد، أفهم منك يمكن أن يكون نادر كبش فداء؟ هنالك من يتحدث في هذه القضية؟ بطبيعة الحال هذا ما يتم تداوله وهذا ما يتم الحديث عنه، بل الأمر أبعد من ذلك عبد الرحمن. البعض يتحدث عن مصير لربما سيلاقيه جورج نادر شبيه بمصير جيفري أبستاين الذي كان هو الآخر متورط بجلب قاصرات واستغلاله جنسيا والذي قضى في السجن بظروف غامضة، وبالتالي كانت هنالك محاولات لإلغاء أي تهم قد تثبت تورط سياسيين كبار بعلاقات مع أبستين، وهذه القضية التي لا تزال هي محط جدل داخل الولايات المتحدة. البعض يتحدث عن أنه لربما جورج نادر قد يلاقي المصير ذاته في السجن أيضا عبد الرحمن. شكرا لك محمد كريم، شكرا ملح مريا، وشكرا عباس صباغ. مشاهدينا، نناقش بعد الفاصل قضية اليوم مع موسى عاصي، قاسم عز الدين وناصر اللحام، ابقوا معنا. على أوروبا التفكير بمكانتها في عالم لا تقوده الولايات المتحدة، موقف لافت أطلقته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تصريح تزامن مع تحذير مباشر وجهته بكين لواشنطن إذا تجاوزت الخطوط الحمر في هونغ كونغ وتايوان.
الصين لوحت بورقة الاتفاق التجاري بين البلدين في رسالة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عامه الانتخابي. مواقف بكين وبرلين تأتي بعد أيام على رفض طوكيو نشر صواريخ أمريكية على أراضيها، ما يطرح سلسلة تساؤلات عن تراجع النفوذ الأمريكي في العالم. ما هو مداه وأسبابه وتداعياته؟ إذن تتزايد المؤشرات على تراجع نفوذ واشنطن من أكثر من جبهة، فليس تفصيلا أن ترسم الصين خطوطا حمرا بوجه واشنطن تماما كحديث برلين عن عالم لا تقوده الولايات المتحدة. تتخبط في أزماتها الداخلية واشنطن، والغموض يكتنف بقائها قوة عظمى. ذاك ما قد يفسر تردد الحلفاء غرب المحيط الهادئ في نشر صواريخ أمريكية، بل حتى رفض تلك الصواريخ خشية انزعاج الصين. على الجانب الآخر من الأطلسي، حلفاء يحسبون للمستقبل حسابه، فالأوروبيون قد لا يجدون في الأمريكيين نصيرا ما يحتم السعي إلى تقوية جيوشهم، تقولها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بلهجة التحذير. في تقديرها سيكون عبء النفقات الدفاعية على الأوروبيين أكبر مما كان في الحرب الباردة، وفي ذلك تبدو ميركل مرتابة من الحليف الأمريكي. تتحدث صراحة عن احتمال رغبة أمريكية في التراجع عن دور القوة العظمى. قد يكون من مقتضيات الخطاب الدبلوماسي حديث ميركل عن رغبة أمريكية لا انحصار تشهده الولايات المتحدة مكرهة مرغمة. ثمة ارتباط بين تلك التصريحات وعزم الرئيس ترامب على سحب آلاف من جنوده من ألمانيا، فلطالما كانت برلين محمية أمريكية تخشى على أمنها من موسكو. والمفارقة أن هذا التحذير من ميركل يأتي بعد الرفض الياباني لنشر الصواريخ الأمريكية، فهل باتت ألمانيا واليابان تدركان أفولا مرتقبا للهيمنة الأمريكية؟ بلهجة تحذير تخاطب الصين أمريكا أن ثمة خطوطا حمرا قد يقوض تجاوزها اتفاقيات التجارة. تشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى قضية هونغ كونغ ومنتجات المزارع الأمريكية وغيرها من الصادرات إلى الصين. لم تعد بكين مهادنة، فعينها على موقع ريادي في العالم، وتسعى حثيثا إلى تفوق تقني وعسكري واقتصادي في ظل تراجع أمريكا وتزعزع ثقة حلفائها وفشل عقوباتها على خصومها. إذن تصريحات لافتة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. محلل ميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي، هذه التصريحات لميركل هل سببها سحب جزء من القوات الأمريكية في ألمانيا، أم أن الموضوع أبعد من ذلك؟ سحب جزء من القوات الأمريكية هو تفصيل ثانوي ليس له علاقة بالاستراتيجية الأوروبية أو في التعاطي الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع يعني نحن نشاهد، الأوروبيون يشاهدون، الدول أوروبا الغربية تشاهد نوع من أفول العصر الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا نتحدث هنا بالطبع عن سقوط إمبراطورية أو أفول إمبراطورية، ولكن نتحدث عن مرحلة من مراحل السياسة الخارجية والسياسة الأمريكية بشكل عام إلى تراجع. هذه المرحلة الذهبية بدأت بعد مع سقوط جدار برلين واستمرت حتى الأشهر أو السنوات القليلة الماضية. في مرحلة بداية هذه العصر الذهبي كانت الولايات المتحدة الأمريكية القوة الكبرى الوحيدة على الساحة الدولية، روسيا كانت ضعيفة، الصين كانت يعني بلد يسعى إلى النمو والتطور، أوروبا كانت ملحقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أريد أن أخصص الجزئية الأوروبية لأقول بأن أوروبا التي يعني توقع الجميع بأنها ستكون بديلا عن الاتحاد السوفيتي لتشكل قوة أقل يعني عنفا من الولايات المتحدة الأمريكية أو أكثر اعتدالا أو مرونة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أوروبا فشلت في كثير من المحطات، فشلت في إدارة الإرث الذي تركه الاتحاد السوفيتي في دول أوروبا الشرقية، فشلت في إدارة الحرب التي وقعت على أراضيها، حرب البوسنة والهرسك، وكان من المتوقع أن تستغل هذه الحرب لإعادة تقوية نفسها ولفرض نفسها على الساحة الدولية. لاحقا فشلت في محطات كثيرة من المحافظة على 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 قوتها كمرجعية كبرى على الساحة الدولية. لذلك رأينا أن الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية بشكل عام كانت ملحقة. اليوم تجد أوروبا، تجد ميركل أن الفرصة السانحة أن روسيا استعادت يعني جزءا من قوة الاتحاد السوفيتي، الصين باتت قوة كبرى، على الاتحاد الأوروبي أن يجد بعض الهامش للابتعاد ربما عن الالتحاق بالولايات.
الولايات المتحدة الأمريكية. إلى جانب هذه التصريحات الألمانية مشاهدينا اللافتة، كان هناك قرار ياباني برفض نشر صواريخ أمريكية على الأراضي اليابانية. محل ميادين لشؤون السياسية قاسم عز الدين، الدولتان استسلمتا في الحرب ووقعتا على كل ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، ما دلالات هذه التصريحات وهذا الرفض أيضا من قبل اليابان؟ يعني أنت تشير عبد الرحمن إلى مرحلة انتصار محور وهزيمة محور. الهزيمة اليابان والصين هي يعني التي دفعت انتصار المحور الغربي ونشوء الحرب الباردة بين المعسكرين السوفيتي من جهة والأطلسي من جهة، وألمانيا أيضا معهم طبعا. المحور الآخر هو المحور، كان اسمه المحور بمواجهة الحلف أو التحالف. الأهم بالموضوع أن هذه يعني الآن نشعر وكل العالم يشعر بأن ما كان يجب أن يحدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تأخر حتى الآن، بمعنى أن أمريكا التي بنت استراتيجيتها لمواجهة الاتحاد السوفيتي انهارت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فاستبدلتها بما عرف ونشهده مسألة مكافحة الإرهاب. قامت الاستراتيجية الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي على العداء والإسلاموفوبيا والمحاربة. العالم الآن يشعر بأن الارتدادات التي كان يجب أن تحصل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والبحث عن المنظومة الدولية الجديدة أو الحكم العالم الجديد أو الاقتصاد العالم الجديد، كل هذه المسائل مطروحة في كل العالم وخاصة بأوروبا. لذلك ما نراه هو تشقق وتفتت ما كان قائما حتى الحرب الباردة. وبهذا السياق التحدي هو على أوروبا، ليس المسألة أن تقول ميركل أو قبلها يقول ماكرون أننا نريد التحدي، هل هي قادرة، هل هي مستعدة لأن تساهم ببناء منظومة دولية جديدة وبالعلاقة مع بالتأكيد روسيا. سنناقش أكثر في ذلك قاسم، ولكن مشاهدينا أيضا ربما إسرائيل هي القاعدة المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقتنا. محلل الميادين للشؤون الإقليمية والفلسطينية ناصر اللحام، إسرائيل إلى أي مدى تقلق من مثل هكذا سيناريو أن يتم إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية من قيادة العالم؟ سأفاجئك عبد الرحمن، دائما إسرائيل تضع هذا الاحتمال دائما، لذلك لديهم خيار شمشون لا نريد أن ندخل فيه، ولديهم احتمالات كثيرة، لكن دائما إسرائيل منذ قيامها تضع هذا الاحتمال أن أمريكا في يوم من الأيام ستنهار، هل تستطيع الاعتماد على نفسها أم لا، هل تعيش لحد 80 عاما أو 90 عاما أو 100 عام. بالمناسبة حتى لا أكرر ما قاله الزملاء وهو غني ومفيد وأساسي، انطلاقا من نقطة قاسم، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي توقع علماء الاجتماع أن انهيار أمريكا سيكون قبل الاتحاد السوفيتي، وجرى ما جرى لأنه كان هناك أدوات وعوامل مساعدة ضعف الآخرين. بالمناسبة ألمانيا تحت الاحتلال، كلما ذهبت إلى برلين أرى الرايخستاغ زجاج من فوق وأسأل لماذا، يقولون هذا شرط أمريكي، حتى الطيار الأمريكي يعرف ماذا يحدث في البرلمان الألماني الرايخستاغ. لا تزال عقدة أوروبا وعقدة أمريكا بأن ألمانيا أو اليابان أو الصين يوم من الأيام ستقفز وتحكم العالم بدلا عنها، لكن عندي وجهة نظر، الصين لا تستطيع أن تحكم العالم، تستطيع أن تنافس أمريكا. كذلك ألمانيا، حينما بوتين عرض على ميركل أن يتحالفا أولاد العم الجنس الآري ضد الغرب وضد أمريكا، قلقت أمريكا والبنتاغون، والصورة معروفة حين كان مع بوتين الكلب الأسود، لكن أمريكا استنفرت وضغطت على ميركل ومنعت هذا التحالف. بالمناسبة انهيار أو انحسار أمريكا، لغة أفضل وأدق وأكثر تواضعا، انحسار أمريكا شيء طبيعي جدا لأنها لا تعتمد على الربح بل على فعالة. على كل حال ناصر، نحن لم نستخدم مصطلح انهيار، نحن نتحدث أن لا تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود العالم، انطلاقا من تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انطلاقا أيضا من تصريحات سابقة منذ عام أيضا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما تحدث أيضا عن حلف شمال الأطلسي. تفضل ولكن باختصار ناصر. باختصار شديد جدا، أوروبا
استكمالا لما قاله زميل موسى، أوروبا هي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، مع احترامي للوكسمبورغ وهولندا وباقي الدول، أوروبا كادت تضيع وتموت وتجف لولا ضمها لأوروبا الشرقية، وكل العالم يعتبر أن أوروبا الغربية منت وفضلت على أوروبا الشرقية، والحقيقة غير. تذكرة الحياة الجديدة أخذتها أوروبا الغربية من أوروبا الشرقية، بلاد بكر قارة فيها كل خيرات الدنيا، فهجمت عليها أوروبا وأخذت تذكرة حياة 20 سنة قادمة، الفضل لأوروبا الشرقية وليس لأوروبا الغربية. والواضح أن أوروبا بدأت تشعر بالعبء من التبعية الأمريكية، متى بدأت تشعر موسى أوروبا من عبء هذه التبعية للولايات المتحدة؟ يعني هناك محطات كثيرة شعرت فيها أوروبا بعبء الشروط الأمريكية والهيمنة الأمريكية، ولكن هذه المسألة ظهرت إلى العلن بهذا الشكل الواضح مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. قبل وصوله طبعا كان هناك محطات تراجع فيها الدور الأمريكي على المستوى الدولي. المحطة الأولى كانت في الأزمة المالية، عندما خرجت الصين من الأزمة المالية عام 2008 كقوة اقتصادية ثانية، تخطت اليابان، تخطت ألمانيا، وحصل ما حصل، والآن هي يعني تقارن بالقوة الاقتصادية الأمريكية. المحطة الثانية في هذا المسار الطويل هو يعني بعد استعادة روسيا لبعض دورها الدولي مع بدء الحرب في سوريا ودخول روسيا بشكل قوي في هذه الأزمة ودخولها بالحرب مباشرة واستخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن لصالح سوريا وضد التدخلات الغربية في سوريا. ولكن مع وصول ترامب بدأت الأزمة تتعمق بين ضفتي الأطلس. أوروبا عانت من إجراءات ترامب على المستوى الاقتصادي، على مستوى رفع مستوى يعني الجمارك، وأيضا على مستوى الإملاءات في كل المحافل، وطبعا أخيرا مطالبة أوروبا برفع مستوى يعني ميزانيتها في الناتو إلى 2.4 من الناتج المحلي الأوروبي، وهذه مبالغ ضخمة. إذن أوروبا اليوم وجدت فرصة للخروج من هذه الهيمنة. دونالد ترامب يتخبط في الداخل الأمريكي، لديها أزمات كبيرة، أزمة إدارة كورونا والأزمة الأخيرة مع العنصرية، أيضا هذه المسألة هي التي فتحت الباب أمام الأوروبيين للقول كفى، يجب أن يكون هناك هامش واسع من التحرك خارج السلطة أو خارج الهيمنة الأمريكية. وبالتزامن أيضا مشاهدينا، تحذيرات صينية للولايات المتحدة من تخطي الخطوط الحمر في هونغ كونغ وتايوان. قاسم، ما هي الخطوط الحمر الصينية في هونغ كونغ وتايوان؟ يعني هذا موضوع يعني بعتقد أنه غير قابل للنقاش بالنسبة للصين. الخطوط الحمر هي ضد أي تدخل، وخاصة التدخل الأمريكي وحتى التدخل الأوروبي في مناطق هي مناطق صينية بالنسبة للصين، وبالاتفاق على كل حال بين الصين وبين الدول الغربية بالنسبة لهونغ كونغ وحتى بالنسبة لتايوان. الصين لا تقبل بأي شكل من الأشكال أن تتدخل أمريكا أو أوروبا في الداخل الصيني. ولماذا التلويح بموضوع الاتفاق التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية برأيك؟ يعني هو على كل حال هي المأزق، إذا شئت يعني مأزق الصيني هي قوتها بنفس الوقت. المأزق الصيني مع الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الصينية التي تغزو وتعتمد على الأسواق الأوروبية وتعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الصين صنعت كل صناعاتها وكل منظومتها الإنتاجية للتصدير، وبهذا المعنى هي الصين التي أنقذت الولايات المتحدة الأزمة الأمريكية ب 2008. السؤال مطروح على الصين وهي تملك سلاح قوي وسلاح ثقيل بأنها مستعدة لفك هذا الارتباط وتعود إلى الإنتاج والاستهلاك داخل الصين وبالعلاقات مع الدول الأخرى. وأنا أعتقد أنه إذا وصلت الصين في هذا المسار هي يعني مفيد للصين ومفيد للعالم. لكن اسمح لي يعني بالنسبة للمنظومة الدولية، المنظومة الدولية هي التي رست بعد الحرب العالمية الثانية، أو ما يسمى الشرعية الدولية. وطبعا يعني اليوم نسمع كيف ما اتفق في ليبيا، في اليمن، وين ما كان الشرعية الدولية. هذه الشرعية الدولية بدأت تتآكل بفعل شيخوخة المنظومة الدولية، وليس فقط للأحداث المتعجلة والطارئة والتي نشلها. لم تكن معدة لكي تستمر إلى الأبد هذه المنظومة، وقد تجاوزت العمر الافتراضي بزمن
وهي الآن بموقع هذا التحدي. يبقى السؤال مطروح، وهذا سؤال مطروح عمليا في كل النقاشات الاستراتيجية، مطروح على الصين بالدرجة الأولى، مطروح على الاتحاد الأوروبي، ومطروح على الدول الأخرى وحتى وهو في منطقتنا. كيف يمكن أن نعيد بناء منظومة دولية مقابل منظومة التوحش التي وصلت إلى هذا المصال وتهدد الإنسانية ليس فقط الدول؟ والسؤال مشاهدينا أيضا عن العرب أين في حال انحصار هذا الدور الأمريكي أو بدء انحصاره، استنادا للتصريحات الأوروبية، استنادا إلى ما تقوله الصين، استنادا إلى ما قامت به اليابان. ناصر، العرب أين من كل هذه التطورات، تحديدا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي مدى ما طرحته إيران قبل مدة عن أمن مشترك في المنطقة قد يصبح ضرورة في المستقبل؟ موضوع كبير، الأسئلة خطيرة، لذلك سأحاول التركيز. العرب وضعوا بيضهم كله في سلة الرأسمالية، في سلة أمريكا، وهذا خطر حتى التاجر الفاشل، يعني يضع له بعض الأسهم في تجارة أخرى، إن غرقت سفينة تنجو سفينة أخرى. يعني كيف يشتري أمير لوحة ب 220 مليون دولار لأنه وقع عليها دافنشي ولا نابليون، وفي أطفال العرب بيموتوا من الجوع؟ يعني هذا ليس اقتصاد. بالمناسبة أمريكا رجل مريض ومجنون حاليا، ليس بسبب ترامب بل بسبب القيمة المضافة. تعتمد أمريكا الآن على نهب الحضارات، منع الحضارات، تحطيم الحضارات الأخرى، وليس على بناء حضارتها على أساس العدالة. أما فيما يتعلق حتى في البحر الأصفر في الصين وحتى نهر هان في سيئول وكوريا، لدينا ليس ما يقوله المسلمون وهم قادرون على إنشاء حضارة فيها عدالة، لكن هل تصدق عبد الرحمن أنه سكرتيرة بتأخذ 25 ألف دولار في الشهر؟ ليش كعب هذاب يعني؟ ليه؟ لأنه هذه القيمة المضافة ورأس المال المالي، البنك نوت بلاش قيمة، بيضحكوا على المساهمين، بيأخذوا أموالهم يستهلكوهم بشكل غبي، ولا يدل على الاقتصاد. آدم سميث بيقول هناك الربح وهذا عادي طبيعي جدا، وهناك القيمة المضافة، أمريكا تعيش على القيمة المضافة، تنهب مليارات وتنهب عقول العالم والحضارات الأخرى، وهذا سبب الصدام الصيني إنه الهواوي اليوم بينباع بثلث القيمة. ليش أمريكا بدها تحدد القيمة؟ هي بتحدد إنه الآيفون بمئة ألف دولار ولا بألف دولار، وبالتالي إذا جاء منافس في تعريف القيمة المضافة وعادها إلى الربح الطبيعي في عملية الإنتاج، ستتحطم هيبة هذا الرجل المريض المبني على استغلال وسرقة الحضارات الأخرى. أردت أن أقول ليس فقط في المال، أزمة 2008 حين الصين قامت باستدانة أمريكا من الصين، أيضا مكوكات الفضاء تنطلق من الصين. اليوم الصين حضارة بديلة، روسيا لغاية الآن قاعدة في زاوية تاجر السلاح، يعني مش مخدرة، وأخطأت أخطاء تاريخية في العالم العربي. وسألتني عن العرب، أمريكا لم تنجح في العالم العربي وانما طيب سأعود اليك مجددا بهذا السؤال ناصر، نظرا لضيق الوقت، ولكن موسى، ما الذي تبحث عنه اوروبا خاصه في ظل هذه التصريحات المتتاليه من الزعماء الاوروبيين؟ هناك مسلمة لدى الأوروبيين هي أنه لا يمكن التخلي عن الولايات المتحدة الأمريكية مهما حصل. ضفتا الأطلسي يعني وجودهما مرتبط ببعضهما البعض، إذا أن ضعف ضفة سيؤدي بحكما إلى ضعف الضفة الأخرى، ولكن أوروبا تخاف من أن السياسة الأمريكية المتبعة حاليا ستؤدي إلى ظهور تكتلات دولية جديدة يكون لها كلمة كبيرة وضخمة على الساحة الدولية. وبدأت هذه التكتلات تتمظهر من خلال التحالف بين روسيا، الصين، إيران ودول أخرى، وهذه تكتلات في حال سارت الامور كما يخطط لها هؤلاء، كما تخطط لها هذه الدول، سيكون لها كلمه كبيره على الساحه الدوليه. من هنا اوروبا تحاول ارسال رساله قويه ليس للاداره الامريكيه حاليا فقط، انما يمكن للاستابليشمنت الامريكي، للسياسه الامريكيه، لصناع القرار في الولايات المتحده الامريكيه، من ان هناك ضروره لتغيير السياسه الامريكيه، ضروره لعدم مجيء او تمديد ولايه جديده للرئيس الامريكي، هناك ضروره لعالم متعدد الاطراف. في العالم المتعدد الاطراف تجد اوروبا واقعة وتجد نفسها بشكل قوي، ربما مستقل أكثر عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تتشارك مع الآخرين ومع الولايات المتحدة الأمريكية هذا العالم. هل يمكن قاسم أن تكون الصين هي الشريك لأوروبا خاصة على المستوى الاقتصادي؟ الموضوع مطروح بقوة وخاصة في جنوب أوروبا، لأنه عندما نتحدث الآن عن أوروبا نتحدث عن فرنسا وألمانيا، هو القطب، يعني هذا الدينامو الذي بنى أوروبا. على كل حال، في كل الأحوال لم تكن أوروبا مطروح لبنائها على هذا الشكل. أوروبا اليوم هي سوق وعملة فقط،
والاتحاد الأوروبي الذي أسسه جاك ديلور ويسير لحد الآن هو لوبيات. وبحد هذه اللحظة ستيف بانون هو صاحب اللوبيات الأكبر في الولايات في الاتحاد الأوروبي. نعم. المأزق الأوروبي في داخلها وليس فقط يعني نتيجة الشلل في تغيير سياسات الأوروبية القديمة. نعم. وانفتاحها للعالم. الصين تطرح على أوروبا وبكل قوة وبكل جدية وخاصة على أوروبا الجنوبية من إيطاليا وإسبانيا. نعم. وإلى آخره نموذج آخر مطروح التحدي على أوروبا الغربية، هل تستطيع أن تتخلى عن هذا الشلل التي وقعت فيه وتنتقل باتجاه آخر وتنتقل إلى المتوسط بضفتي الشمال؟ نعم. هنا السؤال المطروح. يبقى نصف دقيقة ناصر، أين العرب بعجالة؟ العرب أمامهم الآن السوق البديل، بدل ما يعتمدوا على النظام الرأسمالي لوحده بإمكانهم أن ينشئوا تبادل يستفيدوا من الخلافات. العالم يتغير بعد كورونا. أنا أتفق وأشاطر زملاء الرأي، لم يعد هناك شيء اسمه نظام عالمي، اليوم في لوكال، في تحالفات إقليمية علينا أن نعتمد عليها ونعتمدها، وعلاقة اللبناني بالفلسطيني بالعراقي باليمني أهم بكثير من علاقتنا بهذه الدول الكبرى التي لا تفعل شيء سوى أن تنهب خيرات. شكرا لك ناصر اللحام، شكرا موسى عاصي، وشكرا قاسم عز الدين. الشكر الدائم لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.